جالسه معايا الاخوات مثلا هبدا بطلع معاهم بس جالسه جالسه سيرفر ظل ناكل اللي عندها تمام ناكل شوي شوي باكل من الميز الليبيا بعدها برجع للبلدة عشان يكون نظام يعني خط واحد يعني في ناس بتاكل من هنا كتير من هنا بتنساها بتسيبها فهيطلع معاك السن الجهة الثانية اكبر واحنا مش هنركز على الجهة البلدة ليش